نجوم أكشن هم مقاتلون فاشلون في الواقع. مرحبا بكم في قناة يجب أن تعرف. حتى لو قمت بتصوير مشهد خطير في إحدى المعارك، فهذا لا يعني أنك بروسلي حقيقي. عند مراقبة أشهر نجوم أفلام الحركة والإثارة، نجد أن معظمهم لا يتمكنون من الثبات بضع دقائق في أي شجار حقيقي. يمكن لأي أحد أن يصمد أمام اللكمات وراء كاميرات التصوير، لكن ما مدى قوة تحملك حين تضطر إلى خوض نفس الموقف على أرض الواقع؟ يبدو أن عدداً لا بأس به من النجوم ما كانوا ليصمدوا بتاتاً في هكذا موقف. إليكم بعضاً من هؤلاء المشاهير. ميل جيبسون. بدأت حياة ميل جيبسون المهنية بأكملها من خسارته لعراك بالأيدي. يقول جيبسون أنه سكر في اليوم السابق لتجارب الأداء الخاصة بفيلم ماد ماكس ليجد نفسه متورطاً في عراك خطير. كنتيجة لهذا الشجار أنه صار رأسه متورماً، مما جعل العاملين على الفيلم يختارونه للدور، حيث ظن بعضهم أن رأسه المتورم سيعطي للدور لمحة واقعية عن المحارب الخطير. رالف ماكيو. لطالما عرف رالف بأنه فتى الكاراتيه، فبعد حصوله على دور البطولة للفيلم الذي يحوز نفس الاسم، أصبح من الصعب التعرف عليه بأي شخصية أخرى. حصل الفيلم على شعبية واسعة، ولازال الفيلم محبوباً حتى الآن من جميع الأجيال. لكن إلى أي مدى رالف فعلاً هو مقاتل كاراتيه حقيقي؟ اعترف رالف في إحدى المقابلات أن مهاراته في القتال ليست بالمستوى التي ظهرت عليه في الفيلم، وأن تأدية هذه الحركات في الحقيقة ما كانت لتخرج من أي شجار سالماً على الأرجح. ديفيد كارادين. لابد أنك سمعت عن البرنامج الشهير كونغ فو. قدم البرنامج بادئ ذي بدء على يد مقاتل كونغ فو الأبرع بروسلي، ثم تم تمريره إلى ممثل آخر هو ديفيد كارادين. ديفيد استمر في تقديم البرنامج دون أدنى لثلاث مواسم متتالية، قبل حتى أن يجهد نفسه عناء التفكير في تعلم الفن القتالي الذي يحاول محاكاته. بات موريتا. بالإضافة إلى دوره في فيلم كاراتيه كيد الشهير، فقد قدم بات العديد والعديد من أفلام الحركة والإثارة الأخرى، منها فيلم تصادم المسار والذي أداه مع جاي لينو. ولكن على الرغم من شهرته الواسعة كمقاتل كاراتيه، فقد اعترف بات بأنه لم يحصل على تدريب حقيقي، وهو أمر ظاهر في معظم الحركات التي يؤديها في أفلامه. ديفيد هافنر. بمجرد أن تعرف أن بطل الفيلم هو ذاته مخرجه ومؤلفه، فهذه إشارة واضحة أن الفيلم سيكون رديئاً على الأغلب. وفي فيلمه النينجا المميت ظهر ديفيد على هيئة نينجا قاتل، وقد أدى الدور بأسوأ طريقة ممكنة في القتال. على أي حال، كل المؤدين في الفيلم قدموا أداء سيئا، مما يجعل أداؤه ساحرا تقريبا بالنسبة لهؤلاء.